ذكرى اليوم العالمي للمخفيين الواقعة في 30 آب لا تقتصر على يوم واحد بالنسبة لجمعية سوليد وأهالي المخطوفين، بل هي ذكرى تنظم لها نشاطات على مدى أيام عدة. نشاط الأمهات والأخوات الأهم يبقى بالثبات في الخيمة المنصوبة أمام الإسكوا منذ حوالي 7 سنوات. إلي 6 سنين ونص كل يوم بيجي لهون، مننام بالخيمة، عم نناضل من أجل هالقضية، بس ما في أذان صاغية لإلنا، لا الدولة عم بتساعدنا، ولا حقوق الإنسان عم بيقدر يساعدنا، ولا الصليب الأحمر عم بيساعد. يعني عايشة بالأمن إنه لاقي ولادي وأحضنهم ويحضنوني وطلع فيهم قبل ما أموت، يعني ب10 دقايق. أنا أم، قلبي بيقول لي هو بخير، بس من يوم عرفته لا ميت ولا طيب، بس قلبي من جوا بيقول لي هو بخير. أنا بطلب من كل العالم بدي يتدخلوا بهالقضية الإنسانية، هاي قضية إنسانية، كلهم عندهم أولاد وبيعرفوا قيمة الولد. سنوات من العذاب والانتظار شهدتها هذه الخيمة دون التوصل إلى معرفة مصير عشرات المخطوفين في بلد لا زالت فيه لائحة المخفيين تطول، والحقيقة هي الغائب الدائم عنها.